أهلا بكم مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه العربية 360، الخبر من كل زوايا ومن جميع جوانبه. Have a ban now on de facto 90% of Russian oil imports to the European حرب النفط تشتعل في أوروبا، بريطانيا تخطط لتقنين الكهرباء، وألمانيا تعود للفحم الحجري، وروسيا تبحث عن مشترين في آسيا. ليبيا، حكومة باشاغا ستعمل من سرت، والبرلمان يؤكد كل المدن الليبية عواصم. السياسي الماشي اللي هو المحاصصة هو السبب بالتأخير وعدم وجود قانون انتخابات واضح. وفي العراق سيناريوهات مختلفة لمواجهة شلل البرلمان، دعوات لانتخابات جديدة والصدر يرفض. وفي القضايا السياسية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي تتابعون أيضا. بايدن غاضب من فريقه الرئاسي والديمقراطيين، ورياح التغيير قادمة في البيت الأبيض، التفاصيل معنا الليلة. الحرب المباشرة في أوكرانيا تشتعل والنفط الروسي وقودها. معركة تكسير عظام بين روسيا والاتحاد الأوروبي ربما سيكون النصر لمن سيظل واقفا على قدميه في النهاية. روسيا تصف العقوبات المفروضة عليها في قطاع النفط بأنها مدفوعة بالكراهية والإضرار بمواطنيها، وترد بطريقة أخرى بالغاز، تقطعه عن هولندا والدنمارك في الطريق، ثم ألمانيا وبولندا وبلغاريا. يحذر وزير الطاقة الهولندي من شتاء بارد جدا بعد القرار الروسي. رئيس المجلس الأوروبي يقر نحتاج للعمل على تنويع مصادر بديلة للطاقة القادمة من روسيا، لكن بولندا تبرر الموقف الأوروبي رغم الخسائر الكبيرة. يجب أن نضمن خسارة روسيا للحرب، وإلا ستخضع القارة العجوز لها. إذا خسرت أوروبا والعالم هذه المعركة فلن نكون آمنين بعدها، وبوتين يمثل قوة وحشية ونرغب في إزاحته تماما، وهدفنا الوحيد في دعم أوكرانيا هو بقاؤها دولة ذات سيادة، وهذا الهدف يمثل انتصارنا. نصف اتفاق أو نصف خطوة، أو هكذا ترى كييف الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي طالت النفط الروسي بعد الحظر الشامل على واردات الفحم. اتفق قادة القارة العجوز على حظر 90% من النفط الروسي بحلول نهاية العام، مع استثناء مؤقت للمجر وتشيك، وعقب تأجيلات عدة، عقوبات على روسيا ودعم مالي لأوكرانيا ب 9.7 مليارات دولار. حظر النفط الروسي شمل الواردات القادمة عن طريق البحر، والإعفاء الاستثناء يشمل الواردات القادمة عبر خط أنابيب، وبهذه الخطوة ضمنت بروكسل إجماع الدول الأوروبية. لكن نسبة الحظر المعلنة أوروبيا لا تبدو متطابقة، فرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل صرح أن الاتفاقية تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن العقوبات الجديدة ستخفض نحو 90% من واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. بدأنا بالفحم بالأمس في منتصف الليل، قررنا فرض حظر فعلي على 90% من واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وهذا يأتي في وقت نرى أن روسيا عطلت الإمدادات إلى 5 دول أعضاء، كما تعلمون فنلندا وبلغاريا وبولندا، ولكن الآن أضافت لها هولندا والدنمارك. لكن كيف تجنبت بروكسل فيتو المجر التي رفضت الحظر الشامل بقيادة رئيس وزرائها فيكتور أوربان؟ تحصل المجر مشاهدين على حوالي 65% من احتياطاتها النفطية عبر خط أنابيب دورجبا الذي يربطها بروسيا، وسيبقى
نفط موسكو يرسو في مصافي بودابست لعامين قادمين على الأقل. وبطبيعة الحال انعكس قرار الحظر الأوروبي على أسعار النفط العالمية. العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بأكثر من 2.31 دولار لتصل إلى 123.98 دولار للبرميل، وهذا هو أعلى ارتفاع بهذا المستوى منذ 9 مارس. فيما زادت العقود الآجلة اليوم لخام غرب تكساس الوسيط من 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ 9 مارس. مشاهدينا، لنلقي نظرة على أسعار النفط حاليا، نشاهد بأن خام نايمكس بارتفاع طفيف 0.29%، خام برنت أيضا ارتفاع تقريبا 1%، الغاز الطبيعي الأمريكي ينخفض ب 6%، الغاز الطبيعي البريطاني يرتفع بتقريبا 2%. إذن مشاهدينا، كما رأينا الأسواق والأسعار ملتهبة وغالبا ستستمر بمنحها التصاعد هذا وفق الخبراء. لنتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي. أهلا بك دكتور ناجح. يعني فعلتها أوروبا أخيرا وحظرت النفط الروسي، ما نقاط الضعف والقوة فيما تم الإعلان عنه، خاصة بأنه هناك دول معفاة ولم تحدد الفترة الزمنية لهذا الإعفاء؟ بالفعل هنا القرار أو الاتفاق أو حل الوسط جاء بعد مخاض عسير، نظرا للمعارضة القوية التي أبدتها بعض الدول الأوروبية وخاصة هنغاريا، التي عللت ذلك باعتمادها الكبير على النفط الروسي. وبطبيعة الحال هذه الاستثناءات ممكن أن تساهم في تقويض القرار نوعا ما أو في الالتفاف عليه، ولكن كما يبدو أنه الحل الوسط سيحظى بتأييد جميع الأطراف بحيث يتم حظر جزء كبير من الواردات الروسية، ولكن هذا القرار لن يدخل مباشرة حيز التنفيذ، ويبدو لي بأن هذا كان مقصود لكي إعطاء مهلة للأسواق لكي تتأقلم وتتكيف مع هذا القرار، ولكن طبعا هو يوفر أيضا فرصة لروسيا لكي تتكيف مع هذا القرار وتبحث عن زبائن جدد. طيب دكتور ناجح، يعني منذ قليل أعلنت روسيا حظر لشركة ألمانية هي شركة شال، ما تأثير هذا الحظر؟ يعني طبعا روسيا بدأت بحظر تصدير الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية، ويعني كان في مقدمتها فنلندا ثم بلغاريا وبولندا، وبطبيعة الحال روسيا تحاول أن تبحث برسائل إلى الدول الأوروبية بأنه قادرة على إلحاق الضرر بهم. ولكن كما لاحظنا بأنه في موضوع الغاز حتى الآن روسيا تختار الحلقات الضعيفة، يعني هي لم تحظر على سبيل المثال الغاز إلى ألمانيا التي تعتبر المستورد الأساسي لهذه المادة، وإنما اختارت دول أصغر، لأنه أيضا روسيا يعني يجب أن يقال بوضوح كثير بأنه روسيا أيضا تعتمد بشكل كبير على صادرات موارد الطاقة لتمويل ميزانيتها، وهي الآن تمر نتيجة العقوبات بصعوبات كبيرة، ومن الممكن أن يعاني الاقتصاد الروسي من انكماش غير مسبوق. طيب ابقى معي دكتور ناجح، سأستعرض معك ومع المشاهدين الخطط الأوروبية المطروحة الآن على الطاولة. إذن مشاهدينا، اتخذت أوروبا قرارها حظر مزدوج للفحم والنفط، لكن العائق الأكبر يتمثل في البدائل ل 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام والنفط الخام وواردها من النفط الروسي. أعدت المصافي الأوروبية للتشغيل بنوع معين من النفط الخام مثل خام الأورال الروسي، وهو خام تصدير من الدرجة الأولى، ما يصعب إحلال بديل له، لكن هناك حلول.
تكمن في مزج أنواع أخرى من النفط الخام من النرويج أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو غرب أفريقيا، وبذلك تبقى المصافي تعمل بطاقتها. حل آخر متاح وهو تجديد أوروبا لمصافي النفط فيها، لكن هذا يمكن أن يغير إنتاجية المصفات ويكلف المزيد من المال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن. الأكثر كلفة وهو ما سيأتي على أوروبا من عواقب، فبريطانيا مثلا تتحضر لأسوأ سيناريو بقطع التيار الكهربائي، وذلك يصل إلى 8 ساعات على فترتين صباحية ومسائية يوميا، الأمر الذي ستواجهه أو سيواجهه 6 ملايين أسرة بريطانية وفق صحيفة التايمز. الصحيفة أشارت إلى أن التقنين المخطط له لأكثر من شهر من المحتمل أن يتسبب في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وترك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أقل من المتوقع، وتأثيرات اقتصادية ومعيشية. إذن التفاصيل مع مصطفى زارو. تستعد المملكة المتحدة لفصل شتاء قاس مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة. أسوأ سيناريو وضعته الحكومة البريطانية مع وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام، وإذا ما قطعت موسكو إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات، هو تقنين الكهرباء، ما يعني احتمال انقطاع التيار الكهربائي 8 ساعات في اليوم عن نحو 6 ملايين أسرة في بداية العام المقبل. وهو ما حتم على الحكومة تمديد عمل محطات طاقة تعمل بالفحم لفترة أطول مما هو كان مخطط له، بالرغم من تأكيد الوزارة المعنية أن ليست لديها مشاكل في إمدادات الطاقة ومستعدة لأسوأ الاحتمالات بفضل سياسة تنوع مصادر الطاقة على عكس أوروبا. إلى ألمانيا التي تعد من بين أكبر المستوردين للطاقة الروسية في أوروبا، الخيارات قاسية. ما كانت تخطط للاستغناء عنه لسنوات عادت إليه كخيار إجباري، نتحدث طبعا عن الفحم. تدرس برلين العودة للاعتماد على الفحم وإعادة تشغيل محطاته المعطلة لتوليد الكهرباء. كان من المفترض أن تكون محطات الكهرباء العاملة بالفحم معطلة هذا العام والعام المقبل في إطار خطة البلاد للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030. أجبرت حرب روسيا أوكرانيا على أوكرانيا العالم على تبديل الخطط. راغدة بهنا. خطط الحكومة الألمانية بالتخلص من الفحم الحجري تدريجياً بحلول العام 2030 قد تتأخر بعد موافقتها على حظر النفط الروسي، فهي الآن مضطرة لزيادة اعتمادها على الطاقة الفحمية المستخرجة من مناجمها، رغم تسببها بنسبة تلوث عالية ورغم تعهدات الحكومة سابقاً بالتخفيض من هذا التلوث عبر التسريع بإغلاق المناجم. خطط بديلة أخرى تبحث بها الحكومة الألمانية للتعويض عن النفط الروسي، مثل تسريع بناء مخازن أو محطات لتخزين الغاز الطبيعي المسال وزيادة الاستثمارات بالطاقة الخضراء والتسريع بها. إذن هذا في ألمانيا، لكن كيف هو الحال في الجارة فرنسا؟ الوضع هناك تحت السيطرة لكن مؤقتا، كيف؟ الجواب في حديث لوزير المالية برونو لومير الذي أكد أن أسعار الطاقة لن تؤثر على المستهلكين حتى العام المقبل. الوزير الفرنسي أكد أن حكومته ستواصل حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار حتى العام المقبل، وطبعا هذا مؤقت، هذا شيء مؤقت. ينضم إلينا من جديد من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي. المعلومات التي ذكرناها وهذه البدائل التي تطرحها الدول الأوروبية بأقرب تقدير، يعني الشتاء القادم، ما تصورك؟ هل ستكون هذه الحكومات قادرة على الاعتماد على هذه البدائل؟ يعني بالتأكيد الحرب على أوكرانيا أعادت مراجعة السياسات الأوروبية في مجال الطاقة، وهذا يشمل معظم البلدان وخاصة ألمانيا. في ألمانيا هناك قراران مهمان اتخذوا في عهد ميركل، وكما ذكرتم في التقرير هو التخلي عن الفحم وكذلك إغلاق محطات الطاقة النووية. ولكن في ظل التطورات الجديدة تم مراجع أو يتم مراجعة هذه القرارات، ومنها على سبيل المثال تمديد العمل بـ
محطات الكهرباء العاملة بالفحم، لأنه هذه القرارات أدت إلى زيادة التبعية من موسكو، وطبعا أيضا دفعت بوتين لمحاولة ابتزاز الغرب وابتزاز ألمانيا عبر استخدام الطاقة كسلاح. ولكن في الوقت الحاضر في تقديري هناك سباق محموم للبحث عن مصادر بديلة، ولكن هذا يضع طبعا سياسات الطاقة في الدول الأوروبية أمام تحديات غير مسبوقة. على سبيل المثال، إذا رجعنا إلى موضوع مقاطعة النفط الروسي في مدينة شفيت غير البعيدة عن برلين، هناك أكبر مصافي الألمانية، وهو يزود شرق ألمانيا بالمشتقات البترولية، والآن هناك طبعا تساؤلات عن البدائل لضمان استمرار هذا المصفى. واليوم بعد الإعلان عن الاتفاق الأوروبي بمقاطعة النفط بالمقاطعة الجزئية للنفط الروسي، زادت أسعار البنزين والديزل في برلين وضواحيها. فإذا هذا يضع السياسات الأوروبية أمام تحديات كبيرة، ويجب أن تربطها بالتحدي الجيوسياسي الذي فرضته الحرب ضد أوكرانيا. أشكرك من برلين دكتور ناجح العبيدي الخبير الاقتصادي. السؤال الأهم، أين روسيا من كل هذا؟ أي كيف سيؤثر القرار الأوروبي على عائداتها من بيع نفطها إلى القارة العجوز المستورد الأكبر؟ نستعرض معكم مشاهدين بالأرقام. للمفارقة، ارتفعت عائدات النفط الروسية بنسبة 50% خلال هذا العام رغم المقاطعة الأوروبية بحسب وكالة الطاقة الدولية. تكسب موسكو حوالي 20 مليار دولار شهريا من مبيعات النفط عام 2022. تأتي هذه الأموال نتيجة بيع حوالي 8 ملايين برميل يوميا من المبيعات المجمعة للخام والمنتجات. الاتحاد الأوروبي ظل أكبر سوق للصادرات الروسية خلال الشهرين الأخيرين، مستحوذا على 43% من صادرات النفط الروسية. الخسائر ستكون قاسية على موسكو إذن. كانت أوروبا تضخ لموسكو شهريا مقابل النفط حوالي 8.6 مليار دولار، ضربة موجعة. لكن موسكو تتحدث عن أسواق بديلة كبرى تتمثل أساسا في الصين، الشريك الاقتصادي الأكبر والأوثق لروسيا، والسوق الأخرى التي صعدت بأرقام قياسية لوارداتها من النفط الروسي. نتحدث عن الهند التي استفادت بأقصى حدود. عبد الجواد الرشد. عائدات النفط الروسية من السوق الأوروبية تصل كل 24 ساعة إلى 300 مليون يورو، أرقام تصل إلى 110 مليارات يورو في السنة. أكثر دول القارة العجوز المستوردة للنفط الروسي هي هولندا وألمانيا، الأخيرة وحدها تستورد بما يساوي 9 مليارات و300 مليون يورو سنوياً. السوق البديلة للنفط الروسي حيال الحظر الأوروبي تكمن في الالتفاف نحو الشرق، الصين، الهند، سريلانكا وغيرها. تقارير اقتصادية تتحدث عن أن عائدات النفط الروسي من السوق الآسيوية البديلة تزيد عن عائدات السوق الأوروبية. الزخم الذي تحركت به روسيا في بداية الحرب على أوكرانيا تحول إلى بطء شديد بعد ذلك. فبعد أن كانت تقاتل في كل جبهات أوكرانيا تقريبا، أصبحت تركز على مناطق محددة. نتابع.
روسيا ستبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح من أوكرانيا. هذا ما كشف عنه وزير الخارجية التركي مولود شاوشأوغلو مع تزايد الحديث عن كارثة غذائية عالمية وشيكة. ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يستمر ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية المنتجة في المنطقة بشكل كبير. وهنا برزت المشكلة الأكبر، القمح. هذه الحقول الأوكرانية هي من خسرت في الحرب الدائرة. كانت هذه الحقول تنتج قبل الصراع 12% من صادرات القمح و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس على مستوى العالم. واليوم سلة خبز أوروبا تبدل حالها من اللون الذهبي الجميل لتصبح أراض مدمرة تفوح منها رائحة البارود وتتكدس فوقها الآلات الحربية المدمرة. ورغم أن الدمار هنا في أوكرانيا إلا أن ارتداد الحرب طال العالم، وها هي الحرب تضرب حتى البنية التحتية من استهداف للجسور البرية إلى السكك الحديدية وهذه الطرق التي تعبر نهر دنستر. إذا تريد إبطاء تقدم الروس وتريد موسكو قطع إمدادات الغرب من السلاح لكييف، لكن هذا الطريق كان يوفر أيضا طريقا لإخراج الحبوب المخزنة في أوكرانيا كونه يتيح الوصول إلى نهر الدانوب وميناء كوستانتا الروماني. طريق آخر محتمل لنقل الحبوب لكنه محدود عبر الحدود البولندية، لكن حركة نقل الحبوب غير العادية أشبعت قدرة المراكز الحدودية مشاهدين التي تعاني أيضا من موجات لجوء. هذه المعطيات دفعت لارتفاع أسعار الحبوب والزيت لمستويات قياسية. يتم تداول القمح والذرة والنفط بأسعار قياسية كما ذكرنا وبدرجة أقل بالمخاوف إزاء تبعات تقلبات الطقس في الولايات المتحدة على المحاصيل المقبلة. في الولايات المتحدة تحديدا يتركز الاهتمام بشكل أساسي على القمح بسبب استمرار الجفاف في السهول الجنوبية وتأخر زراعة الذرة، يعود ذلك هذه المرة إلى التربة الباردة والرطبة. ومن الذرة إلى زيوت الطهي، إندونيسيا أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم تعلن حظر التصدير لاحتواء ارتفاع الأسعار داخليا فتشتعل عالميا. هذا يعد تذكيرا إضافيا بضعف سلاسل التوريد الزراعية ويجعل كل دولة تعيد التفكير بكيفية استغلال أراضيها. تابعونا بعد الفاصل. الصين تنفذ أكبر توغل في تايوان في عام 2022 وأمريكا تتعهد بمزيد من الدعم. من جديد مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة الصادرة عن البيت الأبيض. لن نرسل صواريخ قادرة على ضرب روسيا إلى أوكرانيا. أيضا يقول البيت الأبيض إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا لا يزال قيد الدراسة. وكان وزير الخارجية السعودي بحث مع لافروف وزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع الإقليمية وقال بأن المملكة مستعدة لبذل الجهود اللازمة للتوصل لحل في أوكرانيا. إلى ليبيا، نحو 4 أشهر مرت على اختيار مجلس النواب الليبي لفتح بشاغة على رأس الحكومة، واليوم فقط يبدو أن الطريق أصبح واضحا لكيفية ممارسة مهام عمله. بعد هذه المدة ومع استمرار رفض عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم مقر الحكومة في طرابلس، يبدو أن البرلمان أعلن عاصمة جديدة بشكل ضمني. نتحدث عن سرت. مدينة سرت الواقعة وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها بغير ما يقرره القانون.
وهي المنطقة التي يمكن لكل الليبيين من الغرب والشرق والجنوب القدوم إليها دون خوف أو تردد، وهي القادرة بحكم موقعها وأمنها ودعم أهلها على مد جسور الثقة بين المختلفين من كل الأطراف والمناطق. لا شرقية ولا غربية، هي في المنتصف بين أقاليم ليبيا الثلاث، وكموقعها كانت دائما علامة فارقة في التاريخ الليبي. سرت هي مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكانت وجهته بعد مغادرة طرابلس عام 2011. هناك أيضا لقي حتفه. عادة ما روج لها القذافي لتصبح العاصمة الثانية للبلاد، وفي عام 1999 شهدت إعلان تأسيس الاتحاد الأفريقي بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية. وأثناء المعارك بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في عام 2020، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صراحة من عبور قوات حكومة الوفاق لخط سرت. ثم بعد توقف المعارك احتضنت سرت اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية من الجانبين لتكون بداية الوفاق، والآن ربما تشهد بداية جديدة في تاريخ ليبيا. وينضم إلي من تونس الدكتور علي التكبالي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي. أهلا بك دكتور علي. يعني عاصمتين في ليبيا للقرار، ما تداعيات إعلان حكومة بشاغة ممارسة مهامها من مدينة سرت؟ الحقيقة سرت نحن نريدها أن تكون العاصمة الإدارية وليست العاصمة الكبرى التي تبقى دائما طرابلس، وهذا قرار جميل جدا لأنه يخفف عن طرابلس الضغط التي هي عليه، لأن كل من هب ودب من الميليشيات ومن الإرهابيين وغيرهم يأتون إلى طرابلس، وكل من يريد أن يقيم الآن يقيم في طرابلس، فهذا تخفيف عن طرابلس حينما تكون سرت هي العاصمة الإدارية. وأيضا هي سرت الآن سوف تخفف على الحكومة لأول مرة الضغط التي تواجهه من الميليشيات المقيمة في طرابلس، والتي تتغذى من أموال المصرف الوطني وتتغذى من أموال أخرى تأتيها من جهات معروفة. فإذا وضع سرت الآن هو المناسب جدا لكي تأتي حكومة لأول مرة لن تخضع للميليشيات الموجودة في طرابلس. ولكن دكتور أنت تتحدث وكأنه هناك تقاسم بالأدوار، ولكن هذا ليس الموجود على الأرض. يعني دبيبة رافض لهذه الحكومة، رافض لشرعيتها. نحن لن نسمح لدبيبة أو لغيره أن يمسك البلاد رهينة في يديه. نحن نتكلم عن مجلس نواب، وإذا كان هناك عدل في العالم وقانون، والذين يؤيدون دبيبة يعرفون الحق ويعرفون أن القانون والتشريع هو في يد مجلس النواب، عليهم أن يتحركوا فورا وأن ينهوا هذا الخلاف وأن يأمروا دبيبة أن يذهب إلى حال سبيله. هذه هي الحقيقة المرة التي لا يريد أن يعرفها الجميع. كيف سينتهي هذا الخلاف وما مستقبل الانتخابات؟ يا سيدتي، أنا قلت دائما أن الانتخابات تحتاج إلى أرض مفروشة أمامها، والسيد دبيبة جاء لكي يوحد بين المؤسسات في ليبيا ففتتها أكثر مما كانت مفتتة، وجاء لكي يفرش الأرض للانتخابات ولم يفعل، فبقي هناك وشردم البلاد ورشى الميليشيات وجعل يحتمي وراءها ويريد أن يمزق البلاد، وليس له من مانع أن تحدث الحرب على أن يبقى هو. نحن لا نريد حربا كما قلنا، وعلى الدول التي أتت كي تنهي نظام القذافي أن تفعل شيئا من أجل ليبيا ومن أجل استقرارها بتفكيك هذه الميليشيات، كما تنص دائما التوصيات في كل مؤتمر ذهبنا إليه. شكرا لك من تونس الدكتور علي التكبالي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي. منذ
منذ انتخابات أكتوبر الماضي في العراق لم تتمكن القوى السياسية من الوفاء بالتزاماتها بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية وللحكومة الجديدة، الأمر الذي جعل سيناريو حل البرلمان الجديد كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد. 7 أشهر من الاجتماعات فوق الطاولة وتحتها، يضاف إليها مجموعة من المبادرات لم تفلح في فتح ثغرة في جدار الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي بين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى. خلافات قد تؤدي إلى إمكانية الذهاب إلى خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة كما تتحدث بعض التسريبات. لا رغبة لدى القوى السياسية التقليدية للذهاب نحو اعتماد خيار حل البرلمان كجزء لإنهاء حالة الانسداد السياسي. أتصور بأن قد تكون أحد الخيارات التي يمكن أن يعتمدها الصدر ما بعد المعارضة المؤقتة هو الذهاب لتقديم طلب إلى البرلمان لغرض حله أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية. بسم الله الرحمن الرحيم. بينما يرى مقربون من الصدر أنه لا يفضل خيار حل البرلمان. لا أعتقد أن التيار الصدري يعني بصدد النظر بهذا الاتجاه. لا توجد هنالك مؤشرات أو لا توجد هنالك يعني من الممكن أن نقول إيحاءات تشير إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة. على العكس، يعني سيد مقتدى الصدر مثلا أعطى الإطار فرصتين، أعطاهم مرة 40 يوم و30 يوم لتشكيل الحكومة. مع استمرار الانسداد السياسي الذي يعرقل عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، هناك مجموعة من الخيارات أبرزها ذهاب الصدر إلى المعارضة أو الاتفاق مع الإطار التنسيقي وبالتالي تنازله عن حكومة الأغلبية السياسية، وإما إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن كخيار تقبله الجميع حيث برلمان منتخب وحكومة تصريف أعمال. نحن نعيش نوع من المراوحة السياسية، هناك حديث، سجالات، تفاهمات، لكنها لم ترتقي لحد اللحظة في أن تكون تفاهمات حقيقية واقعية تنتج حلا أو تنتج خارطة طريق جديدة، خصوصا وأن القوى السياسية الشيعية الآن هي يعني في عين يعني تنصب في عينيها على الساحة الكردية. ما يعزز الانسداد السياسي في العراق عدم اتفاق طرفي البيت الكردي في السليمانية وأربيل على حل خلافاتهما بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، ما يجعل المشهد السياسي في بغداد أكثر ضبابية وغموضا حتى مع الحديث عن إمكانية حدوث انفراجة قريبة. سامر الكبيسي، العربية، بغداد. وينضم إلينا من بغداد الباحث السياسي زياد العراد. أهلا بك سيد زياد. يعني شلل حكومي رئاسي تعاني منه العراق منذ هذه الانتخابات الأخيرة، ولكن بالمقابل هناك طرح لانتخابات جديدة. هل العراق جاهز وقادر على إجراء انتخابات جديدة بالوقت اللي الانتخابات الأخيرة شبتها العديد من المشاكل والطعون والأخذ والرد؟ مساء الخير. لا أعتقد أن هناك طرحا يتحدث عن انتخابات مبكرة في الوقت الحاضر. كل ما يجري الآن هو عملية مشاورات وحراك سياسي ونقاشات مستمرة بين كل القوى السياسية. الخلاف موجود بين البيوتات السياسية الشيعية والسنية والكردية وما بين بعضها البعض، وبالتالي لم يطرق أسماعنا أن هناك نية لحل البرلمان إلا من بعض الأطراف التي تروج في محاولة منها لعرقلة المشهد السياسي أكثر مما هو معرقل وأكثر مما فيه من دربكة حالية. الانسداد السياسي موجود، والحديث عن انتخابات مبكرة هذا يحتاج إلى أن تكون المفوضية جاهزة، يحتاج إلى وقت كبير يعني مدة طويلة، يحتاج إلى إمكانيات مالية. الحديث عن الذهاب إلى الانتخابات يعني إلغاء لقرار الجمهور بالانتخابات الأخيرة. الحديث عن انتخابات مبكرة يعني فشل تام للعملية السياسية، وبالتالي لا أعتقد أن هذا مطروح في الوقت الحاضر، وهو قد يكون خيارا في آخر المطاف، لكن
هناك رؤية سياسية تتحدث عن ضرورة أن تكون هناك حكومة أغلبية سياسية، وهو مشروع التحالف الثلاثي في إنقاذ الوطن، التيار الصدري ومن معه من الشركاء، وهناك رغبة بأن تكون العملية عملية وفق الدستور لتغيير واقع الحال. ولكن متى ستصل هذه الكتل السياسية إلى تسمية رئيس للحكومة أو التوافق على رئيس للجمهورية؟ يعني الذي يتابع المشهد العراقي يرى الكثير من التعقيدات. خلينا يعني نتحدث بالأمور كما هي. ما هو المخرج لهذه الأزمة السياسية الآن؟ وإلى أين ستتجه البلاد؟ السيناريو الأول أن يكون هناك توافق كردي في البيت السياسي الكردي على اسم رئيس الجمهورية، ونعبر العقدة الأولى في عملية الاختيار، وبعدها نذهب إلى الإشكالية الكبرى وهي اختيار رئيس الوزراء. لكن إذا جاء الانفراج من الشمال، من الإقليم الشمالي، بالتأكيد سيكون هناك تأثير على المشهد، لكنه ليس نهاية الحل. ما زالت المشاورات الكردية موجودة، لكن في البيت الكردي لديهم أولويات الآن أصبحت أهم من عملية الاختيار لرئيس الجمهورية. لديهم الانتخابات المحلية، ولديهم قضايا النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية وكيفية التصدير، وبالتالي ما زال الجميع يرتئي النظر إلى أربيل ومتى تقرر وما ستقرر أربيل أو السليمانية في شأن رئيس الجمهورية. بعد ذلك الحديث عن اختيار رئيس للوزراء، ما زلنا في إشكالية ومشكلة البيت أو الكتلة الأكبر. ما زالت القوى في الإطار تنظر إلى أنه يجب أن تكون القوى الشيعية في بودقة واحدة وكتلة واحدة، محافظة على ما تقول أنه المكون، وهذا هو التوافق بعينه والعودة إلى الماضي. وما زال التيار الصدري يقول يجب أن نذهب بالفضاء الوطني، بالتحالف السياسي، ونذهب إلى أن نكون الكتلة الأغلبية السياسية على أساس اختيار الفائزين، وهو الفائز الأول بالبيت السياسي الشيعي، وهناك تقدم الفائز الأول، وهناك الديمقراطي الكردستاني الفائز الأول في البيت الكردي، وبالتالي كل الخيارات مطروحة فعلا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها انتخاب الحكومة في المشهد العراقي. في السابق وصلنا إلى 8 أشهر، وقد نصل في هذه الدورة أيضا إلى 8 أشهر. شكرا لك من بغداد الباحث السياسي زياد العرار. نستمع إلى بعض من آراء الشارع العراقي حول أسباب تأخر البرلمان في اختيار الرئيس والحكومة. تمادي الحزب الديمقراطي بحق الحزب الكردستاني والتسلط والهيمنة على الإقليم وأيضا على الموارد، ولهذا نشوف أنه المشاكل لا تحل ولا وباقية، وفي أزمات يعني أقوى من بين الحزبين الكرديين. العرف السياسي الماشي اللي هو المحاصصة هو السبب بالتأخير، وعدم وجود قانون انتخابات واضح تخلي الشعب هو اللي يختار اختيار مباشر أو يحسم النتائج بصورة مباشرة. ندعو البرلمان أنه يسارع في تشكيل الحكومة حتى هذا يصب مصلحة الشعب العراقي. يعني إذا الحكومة شكلت أكيد هذا في مصلحة المواطن العراقي. تأخر الحكومة ليس سببه البرلمان، بينما هناك اختلاف على الكتلة الأكبر. هناك من يبحث عن الكتلة الأكبر، وهناك من يبحث عن المحاصصة وعن عادة الحكومة عن طريق أن تكون تشكيل الحكومة عن طريق التوافقات. أصبح يغدو مصلحة الفئات السياسية فوق مصلحة الغاية الحقيقية من الانتخاب. يعني هذه كارثة ومشكلة يفترض أن تحسم لأجل مصلحة الناس، مصلحة الجماهير اللي تنتظر متغير ومنعطف نحو البناء، نحو الإعمار، نحو الإنشاء، نحو السلام. أذكركم مشاهدينا بالخبر العاجل الذي قرأناه منذ قليل، حيث بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في الرياض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وزير الخارجية السعودي أكد للافروف موقف المملكة الداعم للتوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مضيفا أن المملكة مستعدة لبذل الجهود اللازمة للتوصل لحل سياسي في أوكرانيا. تايوان الجزيرة الأزمة، تتحدث رئيستها عن تعاون غامض مع الحرس الوطني الأمريكي، فيما تنفذ الصين فوق الجزيرة توغلا جويا كبيرا.
تصريحات أمريكية وزلات لسان تقابلها أخرى صينية مسرحها تايوان الجزيرة المتمردة على الصين الواحدة. استقبلت رئيستها تساي إنغوين السناتور الأمريكي تامي داك وورث دوكورث تامي دوكورث، وتعلن هناك بأن واشنطن تخطط للتعاون بين الحرس الوطني الأمريكي والجيش التايواني لتعزيز العلاقات الأمنية، أمر أثار غضب الصين كما هو متوقع. تايوان مقاطعة صينية. زيارة عضو الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاث. الصين غير راضية عن ذلك وتعارضه بشدة، وقدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة الأمريكية. وسائل إعلام تايوانية تحدثت في وقت سابق عن أن تايوان يمكن أن تدخل في شراكة مع الحرس الوطني في هاواي للوصول إلى تعاون أوثق وأعمق لمواجهة تهديدات الصين، ليس تعاونا أمنيا وسياسيا فقط بل امتد إلى التعاون الاقتصادي الوثيق، لتشارك تايبي في مع واشنطن في العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة حربها على أوكرانيا، سيناريو تخشى تايوان أن تواجهه مع المارد الصيني. تايوان والولايات المتحدة شريكان اقتصاديان وأمنيان رئيسيان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لقد حاربنا الوباء معا ونقف معا في الدفاع عن الحرية والديمقراطية. منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام فرضت تايوان مع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا كما قدمت المساعدة لأوكرانيا. تشارك تايبي بفعالية في العقوبات على روسيا، كما قلنا المشهد الأوكراني قد تكرره الصين على أراضي الجزيرة، أمر مبرر لو علمنا أن بكين نفذت ثاني أكبر توغل في عام 2022 في منطقة الدفاع التايوانية. 30 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان، أكثر من 20 منها مقاتلة، استنفرت معها طائرات وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية التابعة للجزيرة. الجيش الصيني كثف خلال السنوات الأخيرة طلعات جوية كبيرة في منطقة الدفاع التابعة لتايوان في تعبير عن عدم رضاه ولإبقاء أسطول المقاتلات التابعة لتايوان تحت ضغط دائم. ومنذ زلت لسان بايدن، إن كانت زلة بالفعل، عندما تحدث قبل أيام عن استعداد واشنطن للتدخل عسكريا نصرة لتايوان بمواجهة الصين، والأخيرة تصعد من تحركاتها حول وفوق الجزيرة. لنعود إلى الوراء قليلا، حيث حصلت عملية التوغل الأكبر في 23 من يناير الماضي، عندما دخلت 39 طائرة منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية المعروفة اختصارا بأديز. والعام الماضي سجلت تايوان 969 عملية توغل قامت بها مقاتلات صينية في منطقة أديز، وهو ضعف بعمليات التوغل المسجلة في هذا العام منذ عامين 2020، والذي بلغ عددها حوالي 380، فيما سجل أكبر عدد من الطائرات التي أرسلتها الصين مشاهدين إلى جارتها في يوم واحد في الرابع من أكتوبر من عام 2021، وبلغ 56 طائرة. تتابعونا بعد الفاصل. بيل غيتس يتنبأ بوباء جديد ويصفه بالإرهابي، التفاصيل تابعوها. أهلا بكم. في نبرة متشائمة حذر الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن وباء خبيثا يلوح في أفق السنوات القادمة، قادم من صنع الإنسان أو غالبا فيروس إرهابي يوحي بسيناريو مريب لأنه سينتشر عالميا في ذات الوقت. ولهذا السبب بالتحديد فإن الاحتمال وارد بنسبة 50%، لكن فعل الخير على حد تعبير غيتس إن كان هذا الفيروس المتوقع نوعا من الإنفلونزا، فهذا مما لا شك فيه سيسمح لنا ببعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاج بشكل كبير.
ضربات متلاحقة في الشأن الأمريكي الداخلي تهز البيت الأبيض بحسب شبكة NBC الإخبارية الأمريكية. تقرير الشبكة قال إن الرئيس بدأ يشعر وكأنه لا يحصل على قسط من الراحة ومع توالي الأزمات في الولايات المتحدة. فبحسب التقرير يضغط الرئيس بايدن على مساعديه من أجل إخراج رسالة للأمريكيين تكون أكثر إقناعا واستراتيجية أكثر دقة، خاصة مع تراكم الأزمات كأرقام التضخم القياسية وارتفاع أسعار الوقود وزيادة حالات الإصابة بكورونا، فضلا عن حوادث إطلاق النار الجماعي وآخرها في تكساس، وعدم قدرة بايدن على حمل الكونغرس على تمرير تشريع للحد من عنف السلاح. هذا كان الافتراض الرائج في الولايات المتحدة أن بايدن سيترأس إدارة تقود دفة البلاد بسلاسة بفضل خبرته لعقود في الحقل السياسي، إلا أن الانهيارات الإدارية أثارت غضب بايدن وغضب حزبه الديمقراطي. التقرير الأمريكي تحدث عن تكهنات بحدوث تغييرات في الطاقم المساعد لبايدن في الجناح الغربي بالبيت الأبيض. NBC نقلت عن مصادر في البيت الأبيض قولهم إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كلاين سيغادر منصبه بعد انتخابات نوفمبر النصفية، وستخلفه على الأرجح أنيتا دان المستشارة في البيت الأبيض والمقربة من بايدن. وقالت عنها الشبكة إن بايدن يعتمد عليها عندما تسوء الأمور. شبكة NBC قالت إن تقريرها يستند إلى مقابلات مع أكثر من 20 من مسؤولي الإدارة الحاليين والسابقين ونواب ومساعديهم وغيرهم من الديمقراطيين المقربين من البيت الأبيض. تقرير NBC تحدث عن بعض الأمور التي قيل إنها تزعج بايدن، منها انخفاض نسبة تأييده الشعبية بحسب استطلاع أجرته الشبكة. رأي قرابة 3/4 الأمريكيين أن البلاد تسير في المسار الخطأ. قال التقرير أيضا إن بايدن غير سعيد بخروج مساعديه لتصحيح أمر تحدث عنه بايدن، وأخبر بايدن مستشاريه أن الأمر يقوض مبدأ الخطابات العفوية التي غذت صعوده للرئاسة ويقوي حديث الجمهوريين حول أن بايدن ليس مسيطرا على الأمور. وردا على سؤال حول توضيح موظفي البيت الأبيض لتصريحات بايدن، قال أحد المسؤولين في التقرير إنما مساعدي الرئيس لا يقولون أي شيء لا يريد لهم الرئيس أن يقوله. بالحديث مشاهدين عن هفوات بايدن، نستعرض معكم بعضها. في مارس الماضي أثناء الزيارة إلى بولندا وفي رد على الأوضاع في أوكرانيا، وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالجذار. نتابع. You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. أحدث هفوات بايدن كانت قبل أيام في اليابان خلال مؤتمر صحفي. سألت صحفية بايدن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا في تايوان لصد هجوم صيني، ورد بايدن بالإجابة. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. وإلى بعض الأمور التي تزعج بايدن بحسب تقرير NBC، منها عدم تنبيهه في وقت مبكر بخصوص أزمة نقص حليب الأطفال بالأسواق الأمريكية. وتلقى بايدن أول إحاطة حول الموضوع الشهر الماضي، على الرغم من أن الأزمة كانت بدأت تتبلور منذ مدة أطول. مرشح بايدن لرئاسة إدارة الغذاء والدواء الدكتور روبرت كاليف اعترف أمام الكونغرس الأسبوع الماضي أن الوكالة كانت بطيئة واتخذت قرارات دون المستوى في وقت كانت فيه أرف المتاجر فارغة من حليب الأطفال. الأزمات المتلاحقة وضعت قيادات الحزب الديمقراطي في موقف صعب، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي قد تكلف الحزب الديمقراطي سيطرته على الكونغرس. نوه التقرير أيضا إلى عدم وجود فترة راحة بعد الانتخابات النصفية، وسيبدأ بعدها التحضير لموسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفيها قد لا يحظى بايدن بتذكرة مجانية للترشح للرئاسة مجددا إن لم يتغير الوضع الداخلي في الولايات المتحدة. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية نادية البلبيسي، وتحديدا من واشنطن من البيت الأبيض. أهلا بك يا نادية. أنت صحفية في البيت الأبيض منذ سنوات وتعرفين بالخفايا التي تحصل. يقال بأن الفريق العامل مع الرئيس مستهلك ولا يساعده بالطريقة الصحيحة،
ماذا رصدتي خلال فترة بايدن ورئاسته حتى الآن؟ أهلا بك راوية. في الواقع معظم الذين يعملون مع الرئيس بايدن خدموا في إدارة الرئيس أوباما، وبالتالي البعض يرى بأنها هي نفس الوجوه، سواء كان طبعا بمناصب مختلفة، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أو رون كلاين الذي عمل أيضا مع الرئيس بايدن سابقا، أو جين ساكي التي كانت متحدثة باسم الأبيض، أو حتى وزير الخارجية أنتوني بلينكين. وبالتالي كل هذا الطاقم كان قد عمل سابقا، لكن البعض يرى إذا كان يفكر الرئيس في تغيير الطاقم، هل ستحل كل مشاكله؟ أكيد لا، لكن عادة يعني كما ذكرتي أنا منذ 20 عاما وأنا أغطي البيت الأبيض، كل عامين بغض النظر عن شعبية الرئيس سواء كانت مرتفعة أو منخفضة يكون هناك تغيير، لأنه العمل في البيت الأبيض عمل متعب جدا، وبالتالي بعد عامين الجميع يبحث عن مكان آخر فيه أقل ضغط نفسي طبعا، وكما تعرفين كل كلمة محسوبة على البيت الأبيض سواء كانت من الرئيس أو من المتحدثين الرسميين باسمه. لكن لنذكر بأنه عندما أتى بايدن إلى البيت الأبيض ورث أزمات الواحدة تلو الأخرى، وكل واحدة أكبر من الثانية، بمعنى كان هناك أزمة جائحة كورونا، كانت العالم بدأ يتعافى منها تدريجيا، بدأت موضوع التضخم، قضية التضخم الذي قد تصل إلى 10% وهي أعلى نسبة منذ 40 عاما كما تعرفين، ثم حرب أوكرانيا الذي وجد نفسه منخرط فيها، ثم أزمات داخلية بارتفاع أسعار النفط الذي قد يصل إلى 6 دولارات للجالون الواحد هذا الصيف، وهو أمر يعني مؤكد تماما سيخسر أي رئيس الانتخابات المقبلة بغض النظر عن كل القضايا لو كانت حتى فيها بلاء جيد، يعني فما بالك كل هذه الأزمات مع بعضها، وطبعا المذبحة الأخيرة في تكساس وموضوع السلاح. لكن هل إذا كان قد قام بتغيير الطاقم قد يساعده؟ نعم إلى حد ما، لأنه كما ذكرت الرئيس عفوي، وبالتالي هناك أخطاء يمكن أن يقع فيها هم يحاولوا أن يصححوها، لكن هذا يكون عادة ضد الرئيس وليس معه. طيب عندما تحدث زلات لسان لبايدن وهي كثيرة كما استعرضناها منذ قليل، طريقة تعامل هذا الفريق معها وتبريره للشارع الأمريكي، هل تقنعهم أنه لا يهم الشارع الأمريكي إلا الاقتصاد والبطالة ولقمة العيش وما إلى ذلك؟ حسب مع من تتحدثين، إذا كنت تتحدثين عما يسمى بالبيلت واي أي الدائرة المحيطة بواشنطن، والكل طبعا يركز على ما يتحدث عنه الرئيس ووسائل الإعلام، أكيد راح يتأثروا بها، لأنه الرئيس معروف بهذه الهفوات منذ أن بدأ في مجلس الشيوخ ليس الآن، لكن البعض يراها بأنها طريقة محببة للتقرب من الشعب الأمريكي بالفعل. لكن عندما يضطر البيت الأبيض إلى تصحيح أخطاء قاتلة، مثلا عندما وصف بوتين بأنه جزار وبأنه قاتل في ذلك الوقت ومجرم حرب، جين ساكي اللي هي كما تعرفين كانت متحدثة مخضرمة قالت بأن الرئيس يتحدث من القلب، كان يتحدث من القلب، وبالتالي هو عاطفي وطبيعي أن عندما يرى هذا العدد من المهجرين واللاجئين وهو يتحدث على الحدود مع أوكرانيا أن يتحدث بهذه اللغة. لكن عندما يصححوه بطريقة وكأنه مخطئ يفقد الشعب الأمريكي الثقة بالرئيس في وقت حساس جدا كما قلت، والجميع يتوقع حتى قبل كل هذه الأزمات أن يخسر الديمقراطيون المجلسين الشيوخ والنواب، لكن سنرى إذا كان بالفعل سيكون هناك أي تحسن. لكن نقطة أخيرة، صعب جدا للرئيس عندما تهبط شعبيته إلى هذه الدرجة أن يعود مرة أخرى وأن ربما يحصل أن يحسن من هذه النسبة في فترة قصيرة. شكرا لك نادية قلب البيسي مراسلة العربية من البيت الأبيض. صورة اليوم مشاهدينا من المكسيك، هنا يترقب السكان وصول أقوى إعصار يصل اليابسة منذ أكثر من 70 عاما، وهو الإعصار أغاثا، واستعدوا جيدا لأسوأ السيناريوهات. تم سحب القوارب من البحر والتي قد يتم استخدامها للتنقل في الشوارع إذا ما غرقت مع وصول الأخبار السيئة، كما غطى السكان النوافذ بألواح خشبية ضخمة خوفا مما تحمله الرياح التي تبلغ سرعتها 170 كيلومترا في الساعة.
إلى تصريح اليوم لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تسبب في متاعب للاتحاد الأوروبي قبل إقرار حزمة العقوبات السادسة على روسيا. يقول أوربان إن أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات التي تفرضها على روسيا، ويوجه النصيحة لزملائه الأوروبيين قائلا: لدينا ما يكفي من مشاكل، والانفجار سيشبه القنبلة النووية. إلى فيديو اليوم وتحديداً من ولاية تكساس الأمريكية. جد أحد الأطفال القتلى في حادث إطلاق النار في المدرسة وجه انتقادات قاسية إلى الشرطة متهماً إياها بالفشل في الاستجابة لحادث إطلاق النار ما كلفه حفيدته. الولايات قالت إنها فتحت تحقيقاً، أو الولايات المتحدة فتحت تحقيقاً في الحادث، لكن الرجل طرح سؤالاً بسيطاً: إذا اعترفتم بخطائكم فمن سيعيد لي حفيدتي؟ Who screwed up? If they could tell me, oh, we made a mistake, we went the wrong decision, but my great-granddaughter is not coming back to me. She's not coming back to me. And if we keep going the way we're going, we're going to have more school kids that are innocent. They don't have a, in their room, they don't have a gun, they have 3 hours. لمتابعة ملفات العربية والمزيد من الأخبار والتحليلات زوروا العربية.net مشاهدينا.